أنا شرفني إن أنا أكون معاكم النهاردة، وأحب أعرفكم بنفسي. أنا دكتور نشأت لطفي، أستاذ علاج الأورام والطب النووي، كلية الطب جامعة اسكندرية. بشتغل في هذا التخصص حوالي 40 سنة دلوقتي، ويهمني إن أنا أكلمكم شوية على موضوع الأورام. الأورام هي ميس فورتشن، يعني سوء حظ عالي للي بتجيله هذه الأورام. والأورام دي أنا في وجهة نظري بقسمها لثلاث أنواع. أورام، طبعا احنا بنتكلم على الأورام الخبيثة وليست الأورام الحميدة. الأورام دي أنا بقسمها لثلاث أنواع. في أنواع أورام ممكن الشفاء منها، وأورام لا يمكن الشفاء منها بس يمكن السيطرة عليها، وفي أورام لا يمكن الشفاء منها ولا يمكن السيطرة عليها بالمتاح من الأدوية ومن العلم المتاح حاليا. يمكن ربنا يسهل in the future، في المستقبل تبتدي تكتر الحاجات اللي ممكن الشفاء منها والحاجات اللي ممكن السيطرة عليها، وتقل الحاجات التي لا يمكن السيطرة عليها ولا الشفاء منها. الأورام عموما بتبتدي الأول صغيرة في جسم الإنسان، وبعدين بتكبر gradually، تكبر باستمرار، وبالتالي بتتقسم مرحلتها إلى ثلاث أو أربع مراحل. المرحلة الأولى أن الورم صغير قوي في مكانه، المرحلة الثانية كبر في مكانه، الثالثة كبر في مكانه وحواليه، الرابعة أنه انتشر. كل العلاجات وكل النجاحات اللي بتتم هي بتتم للأورام اللي في المرحلة الأولى أو الثانية وجزئيا الثالثة. المرحلة الرابعة في معظم أنواع الأورام التي لا يمكن الشفاء منها لا يمكن السيطرة عليها. وكل دي وجهة نظري أنا، ممكن ناس كتيرة تعترض عليها. الأبحاث بتحصل كل يوم وفي أدوية جديدة بتظهر كل يوم، إنما إحنا مش لازم نجري ورا كل دواء جديد، لأن في بعض الأحيان هذه الأدوية الجديدة على الرغم إنها بتزود العمر الافتراضي بتاع الإنسان أسبوع أو شهر أو أسبوعين أو شهرين، إنما هي بتزود فترة احتضاره، لأن إحنا عارفين إن في هذه المرحلة إحنا ما نقدرش نسيطر على الورم، وبالتالي كلما كانت الفترة دي قصيرة بالنسبة للمريض وبالنسبة لأسرة المريض بتكون أفضل من إن هي تكون فترة عذاب وألام للاتنين. وده يهيأ لي إن ما نجريش ورا كل حاجة جديدة. الحاجات اللي هي استقرت وأثبتت فعليا نجاحها وأصبحت معترف بيها في كل مجال هي دي الحاجات اللي احنا استخدمها هنا في مصر، على الأقل عشان المصاريف وعشان الريسورسز بتاعتنا والميزانيات بتاعتنا، ونستنى شوية لغاية لما الحاجات الجديدة تثبت مكانها أو تختفي. وإحنا عارفين إن طلعت هوجة كتيرة على أدوية كتيرة، وكلنا ننسى ما ننساش الميلاتونين اللي الناس جريت جابته من أمريكا وبتاع وقال لك بيطول العمر واختفى. وأنا متوقع إن ربنا يسهل في فترة قريبة هيحصل بريك ثرو زي ما حصل في أمراض كتير. إحنا هيباتيتس سي كنا عارفين إنه ملوش علاج، في يوم وليلة بقى له علاج. قرحة المعدة كان كل الجراحين عمالين بيستأصلوا في المعدة، في يوم وليلة طلع إن هي سببها ميكروب صغير وبتتعالج بأدوية. نتعشى من ده يكون المستقبل بتاع الأورام، ويحصل البريك ثرو ده وكلنا نشفى وكلنا نرتاح من مشكلة السرطان.